الحقيقة خليني أقول إن في كل بيت لازم هنلاقي شخص أو طرف عنيد، يا إما الزوج عنيد وده طبيعي، يا إما الزوجة اللي بنلاقيها عنيدة، وساعات بقى إيه نلاقي الاتنين عندهم حالة عند رهيبة. تخيلوا بقى لو الزوج والزوجة والأولاد كمان عندهم حالة عند، تخيلي البيت ده هيبقى عامل إزاي، هيبقى مولع نار يعني. طبعا هيقوم عليه مشاكل كبيرة جدا. كل طرف الحقيقة بيبقى عايز يوصل للتاني رأيه، وعايز يوصل لرأيه، وعايز ينتصر ويفرض رأيه على التاني. في ناس كتير جدا بتقوم مشاكل بينهم يعني حاجات تافهة، حاجات عادية جدا جدا ممكن تتعدى عشان البيت ده يفضل مكمل. عشان كده قررنا النهاردة في فقرة فهو وهن ان احنا نفتح موضوع العند ونناقشه، ازاي نعالجه، ازاي نمحيه من حياتنا، ازاي ننسفه من حياتنا، ازاي نعدي حاجات كتير جدا ممكن تكون قائمة على حالة من العند، عشان كل واحد يحاول يفرض نفسه ان انا موجود. الحاجات دي لو اتعدت ممكن البيت يمشي بسلام ونمر حالة من الهدوء والسلام وما بيكونش فيه عند. عشان كده النهارده هيكون معانا ضيفتنا اللي منورانا النهارده. ضيفتي النهارده هي الدكتوره انجي الضفراوي، الاخصائيه النفسيه والاسريه. اهلا بيكي منورانا. اهلا بيكم يا دكتور انجي، اهلا، اخبارك ايه؟ انتم منورين والله. حبيبتي عناديه؟ انا عناديه. نختم الحلقه بس طيب. يعني اتعلمت كتير انا يعني بسبب خبرتي طبعا في شغلي وجوازي واولادي وكده، لا هديت كتير طبعا. طيب انا مبسوطه جدا ان انت قلتي انا عنديه، واكيد انا برضو عندي يعني نوع كده من العند، ونرمين عندها نوع من العند. وساعات الواحد لما بيتفرض عليه اي موقف بيلاقي نفسه ان هو عنيد. في ناس كتير قوي ازواج، زوج وزوجه، ممكن يكونوا هادين جدا ساعه الموقف، وساعه لما يكون هم قلب البيت وجوه البيت تلاقي ان الموضوع بقى صعب جدا جدا وقائم عليه العند. ليه العند دايما بيبقى صفة مشتركة بين الزوجين؟ وساعات زي ما انا قلت الزوجة بتبقى هادية جدا والزوج ساعات هادي، بس اول ما بيحصل مشاجرات بينهم، مشدات بينهم، تلاقي العند اشتعل اكتر، والصفة دي بقت اساسية عند الاتنين والموضوع ما بيهداش تاني. بصوا انا هقول لكم حاجة، يعني انا دارسة ارشاد زواجي الكابلز كونسلينج، وطبعا العند دي من اكبر المشاكل، بس عاده العند ما عند الرجاله بيجي مصاحب بعصبيه، ويا سلام لو العصبيه كمان جايه معاها انه غلط. الموضوع بيبقى اصعب بكتير جدا في علاجه. والراجل العنيد مختلف عن الست العنيده، لانه الست العنيده ممكن ان تكون في الاول جوازها عنيده، او هي كشخصيه استعداداتها الوراثيه يعني عنيده، لكن مع الولاد ومع الحياه بلاقي انه الستات كتيره جدا عايزه تعيش، عايزه تتعايش وتعيش. ايوه والله انا قلت كده في الانترو، انا كنت كده على فكره. الواحد يعني بيعدي حاجات، يعني فعلا كلام اهالينا، يعني ممكن البنات اللي هم الجيل الجديد يقول لك ايه، لا وانا استحمل ليه، زي لا صدقوني، لو انتوا في الموقف وعندكم اطفال هتعدوا حاجات وتقولوا ممكن استحاله نعديها. لكن يمكن كنا بنتكلم في الانترو يا دكتور ان العند من الصفات اللي بتبقى صعبه، وتحديدا لو الراجل والست كمان عناديين. طيب سؤال تاني، مين الاكثر عندا، الست ولا الراجل؟ الراجل اكيد اكيد. ايوه يا دكتور كده. لا لا حقيقي. وبعدين الراجل بقى ما بيتاقلمش مع الوقت، يعني مش بيفوت مع الوقت. الراجل العنيد بيفضل عنيد. اوكي. الست في ليونه شويه اكتر مع صح. الوقت ومع الولاد ومع المسؤوليات بتتاقلم وبتتعايش، فعلا عايزه تعيش. فبتبتدي انها تفوت وتمرن نفسها انها تفوت كتير. الرجاله مش نفس الشيء. طيب في بقى سؤال من الاسئله اللي في ناس كتير جدا اكيد عايزه تعرفها النهارده، هل العند ده لما بيجي من الست؟ انا في ساعات بشوف ستات عنيدة عندي، يعني الراجل لما بشوف حد عنيد عادي يعني بقول راجل زي ايه، راجل بينتابه حالة من العند وهو عنيد فده عادي يعني. بس ساعات بشوف زي يعني عند الستات، وانت قلتي الست لازم تتسم ويبقى عندها صفة الليونة كده وتبقى هادية. هل العند هنا لما بنشوفه عند ستات، لان في ستات بيبقى عنيدة قوي والموضوع بيطول معاها، ده بيبقى قائم على قوة شخصيتها ولا ضعف شخصيتها؟ لا ده بيبقى ان هي ذكائها شويه محدود. يعني لانه ممكن شخصيتك عنيده او شخصيتك قويه، بس لازم انك تعرفي تستعملي ذكائك وتعرفي تتعاملي مع جوزك. اوكي. وتعرفي انك امتى تهديه، امتى تكلميه، الاسلوب اللي بتكلميه فيه. لانه الست العنيدة قوي دي أنا أسف. يعني إيه متكلمة؟ طيب خليني يعني أشرح لك. بجد يعني مثلا أقول لك على حاجة، في بيوت كتير جدا بتتخرب مثلا يقولك في الشغل ما تكلميش هنا في الشغل، أصلا أنا عندي شغل، أصلا
هو لم انا يعني انا بقول كده يعني لما هو يرد عليها كلمتين والموضوع يتقفل ما خلاص يعني ايه كلمه اصل امتى تكلمي دي صعبه لا هي قصدها اختاري التوقيت ما يبقاش لسه جاي من الشغل وعرقان وحران وبتاع وتيجي تقولي له ايه هات فلوس عشان مش عارفه العيال عايزه ايه ما اعرفش هات ايه عشان ايه صح انت ده قصدك اعتقد بصوا لازم الست تتسم بالذكاء اوكي ولازم كده تبقى هاديه في نفسها وتعرف امتى تكلمه لان هي لازم تدرسه مبدئيا تدرس شخصيته انا هقول لك من الاول خالص لو انت لسه على البرج انا هقول لو انت لسه على البرج وهترتبطي مع شخص باين انه عصبي وباين انه عنيد لازم انت تفكري كويس جدا قبل ما ترتبطي بيه استني بس هقولك لازم تتاكدي انه عنده صفات مميزه اخرى لانه حياتك مش هتبقى سهله قوي صح وانا أوكي. كمان على فكره لازم كمان تدرسي نفسك هل انت مش حد بتغير عشان بس نقول ايه اصل بعد الجواز هيهدى شويه ومش هيبقى عنيد كده ومش هيبقى عصبي لا هو هيفضل زي ما هو الفكره انا بقى الست هتعرف تتعامل مع الصفتين دول او المشكلتين دول ولا لا اللي هم العند والعصبيه والله لو في صفات تانية مميزه تميزه عن غيره وانت اخترتيه لانه مستاهل اوكي هتتعايشي وهتمشي الصفات المميزه اعتقد بتختلف كمان من شخصيه لشخصيه يعني من ست لست انا ممكن اللي بالنسبه لي ميزه ممكن يبقى بالنسبه لك انت عيب يعني في ستات مثلا تقول لك ايه انا ما بحبش الراجل الهادي اللي هو ايه عنده برود اللي عنده برود اعصاب في ست تانيه تقول لك لا انا احب الراجل الحامي اللي هو ايه ياخد ويدي يعني انا بكده والله لا مش لا يعني احب الراجل يقعد ايه اتخانق فياخد ودي مش يبقى ساكت طيب تمام هو ده مش صح اللي انا فيه ده مش صح المفروض اعتقد يعني انت برضه تقولي لنا يا دكتور يعني لازم يكون يعني في حد العلاقه اللي بتنجح بتكون علاقه تكامليه صح تكامليه يعني ده معناه ايه هو عنده عيوب وعنده صفات كويسه وانت عندك عيوب وصفات كويسه لكن انت تقدري تستوعبي صفاته صح. اللي مش كويسة وهو ممكن يستحمل صفاتك اللي مش كويسة فيركبين على بعض زي بازل كده انه الموضوع ماشي لكن لو انتوا الاتنين فيكوا عند وفيكوا عصبية طب ما طبيعي انه والله حيولع والعلاقة ممكن ما تمشيش مين اكثر استيعابا الست طبعا هي اللي بتستوعب اكتر هادي هو ده سؤال صح ست الراجل ما بيستوعبش خالص على فكره على موضوع التوقيت اوكي عشان انا برضو بتسال السؤال ده كتير جدا يعني دلوقتي انت دارسه جوزك وعارفه هو اسلوبه ايه وبيحب ايه وهواياته ايه وحياته ماشيه ازاي بيحب مثلا واحد مجنون كوره اوكي وبيتعصب جدا ويتحمق جدا في الكوره ما تيجيش انت بقى وقت الماتش مثلا وتبتدي تسالي اسئله او تبتدي تطلبي طلباتك لانه اكيد هيتعصب عليكي طبعا هيتعصب عليكي ومش هيبقى الوقت المناسب انك تطلبي كده ستات كتير تقولي طب ما هو اصلا بيدخل من البيت متعصب